هو انت من الستات اللي بيجوا امريكا عشان يولدوا؟ لا بقول لك ايه، انا رميت السيجاره عشان انت حامل، قفلت الموسيقى عشان انت عندك صداع، ودلوقتي مش عايزه تتكلمي؟ لا انا مش هقعد كده. انترتين مي. انتر ايه؟ اعمل لك ايه يعني؟ اتصرفي. انا اصلا بعمل الكار بولينج ده عشان اتسلى، انا مش هقعد ساكت 6 ساعات في الرايد. المشكلة ان هو قال لماما ان انا هولد هنا، وانا مأكدة عليه والله العظيم. يا حازم ما ينفعش تقول لماما، ما ينفعش تعرف من حد غير مني انا الاول. لا وايه، شكله اتنصب عليه من الزفت بتاعه، بيقول لي ان انا اللي مش هعرف اتصرف، ده هو اللي مضيعنا. انا متأكدة ان هو لو جيش كفاية كفاية. I'm sorry اللي قلت لك اتكلمي، وداني هتقع. يا سلام، للدرجة دي؟ انا اسفة اني اتكلمت من الاول، بس انت قطعتني في حته مهمه جدا. لو هو كان جه هنا وشافني ازاي؟ I don't give a damn. انا كنت بحكي لك عشان عايز اعرف رايك كراجل، يعني لو انت مكان حازم كنت هتعمل ايه؟ لو انا مكانه كنت هعمل ايه؟ There's no way ان انا ابقى مكانه. انا اصلا مش مستحملك الرايد ده 5 ساعات. فاكر انا هركب مع تشيك لاتينا كده تسليني؟ على فكره اللي انت عملتيه في الاب ده غلط. انا كنت مفروض اركب مع صاحبتك روزا، مش حضرتك يا طنط. احترم نفسك، انا راكبه هنا بفلوسي. بفلوسك؟ طبعا بفلوسي. كده راكبه بمزاجي.